برحب فيكم أصدقائي بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة العلوم، أنا شمس بعلمكن علوم والرياضيات. صرتوا تعرفوا كتير منيح هالمتين قديش مهمين، وبتعرفوا إنه عم نتعلم أشياء كتير مفيدة لازم نكون منتبهين لها، فتحين دينينا وعيوننا كتير منيح حتى نفهمها مزبوط وتترسخ بأذهاننا ما نعود ننسيها أبداً. ببداية هيدي الحصة بدي أذكركن إنه اليوم كمان تكتبوا كل شيء رح نكون عم نتعلمه بخط حلو على دفتركن، وترجعوا تكرروه عدة مرات حتى تحفظوه كتير منيح. وأكيد بالبداية كمان رح أذكركن إنه نحن عم نحكي عن الحواس الخمس، يعني the five senses، وصرنا حكينا عن عدة حواس، واليوم في عنا حاسة جديدة رح نحكي عنها أنا وياكن. خليكن متابعين معنا، وهلأ بترككن مع تقرير حتى تحضروه، من بعده مباشرة نبدأ بدرسنا لليوم. You always use your tongue. You use your tongue to taste food. You use your tongue to talk and sing. You need your tongue to chew food and swallow it. The tongue is made up of many muscles. These muscles run in different directions. Your tongue is a big muscle covered in clusters of taste buds. Each cluster recognizes a particular kind of taste. There are four tastes. Bitter food, such as coffee. It is bad for you. Sour food includes lemon and vinegar. Salty food includes all food with added salt. Sweet food like milk, chocolate, and pastries. Saliva in your mouth dissolves your food. Taste buds recognize the different flavors. Your tongue has touch sensors to help you feel food. Your tongue never rests. Even when you're sleeping, your tongue is busy pushing your saliva into your throat to be swallowed. وهلأ رح نبدأ سوا بحصتنا مثل ما وعدتكن. عم نحكي عن الحواس الخمس مثل ما قلنا، واليوم في عنا حاسة جديدة هي حاسة الذوق، to taste. نستخدم فيها اللسان أو التونغ. رح اكتب جملة على اللوح ومن بعدها بخبركن أكثر عن الموضوع. I use my tongue to taste. يعني أنا أستخدم my tongue، يعني لساني، to taste، لكي أتذوق. I use my tongue to taste. بستخدم لساني لكي أتذوق. كلنا بنعرف وين لساننا موجود. لساننا موجود داخل الفم. رح مد لساني، مع أنه مش حلو نمد لساننا لحدا، بس أنا رح فرجيكم إياه. هون موجود لساننا، شفتوه؟ داخل فمنا. أكيد مش حلو أنه نحن نمد لساننا قدام حدا، بس لساننا كتير ضروري أنه نستخدمه. تعرفوا ليه؟ نستخدمه لحتى نتذوق الأطعمة، وكمان بنستخدمه لما نحكي. يعني أنا هلأ أنا وعم بحكيكن عم بستخدم لساني. I'm using my tongue. إذا بدي أقول حرف اللام، لام لساني بده يكون بمطرح معين لأقدر ألفظ اللام. شفتوا؟ يعني لما أحكي أنا لساني لازم استخدمه. كمان لساني بيساعدني لمضغ الأطعمة، بمضغ الطعام بفمي بواسطة اللسان، وبعدين لما أبلعه بيدخل على جسمي. فإذا لساني كتير مهم، وبقدر حس بلساني بشو هي الطعمة يلي أنا عندي إياها. مثلا عندي أنا هون
شغلتين بيشبهوا بعضن واتنيناتن لونهم أبيض. كيف بدي أعرف أنا أيها شو؟ إذا طلعت عليهم، إذا شفتن بعيوني ما رح أقدر أعرف، إذا لمستن بإيدي بيشبهوا بعضن. أما لحتى أعرف مزبوط مثلاً أيها ملح، بدي أتذوق بلساني. بقدر حط على لساني أو بقدر أخذ وحطهم على لساني أتذوق، بعرف إنه هيدا سكر. ونفس الشي بقدر أعمل مع تاني وحدة لأشوف يمكن كمان سكر. خليني أجرب، هيدا ملح، لأنه لساني ساعدني إنه أتذوق الطعم وأقدر أعرف هيدا شو. نفس الشي إذا بدي أكل شوكولاتة كمان بلساني بتذوق الشوكولا. إذا أنا بحب الليمون الحامض كمان بلساني بتذوقه، والخضار والفاكهة وكل شي بقدر سكر عيوني وحطن على لساني وبعرف مباشرة شو هي هيدي الفاكهة أو الخضار يلي أنا عم حطها على لساني، لأنه لساني my tongue هو مسؤول عن حاسة الذوق، بقدر أعرف الطعمات من خلاله. هلا أنتو بديكن تجربوا، تذكروا عيونكن وتذوقوا حبة ملح، حبة سكر، خبزة، خيارة، جربوا شوفوا الفرق بالطعمات، ورح تلاحظوا قديش فينا نحن ندوق طعمات مختلفة عن بعضها. وإذا أكلتوا شي أكلة لو كنتم مسكرين عيونكم رح تعرفوا شو هي هالأكلة أو شو فيها، مزبوط؟ فإذا لساننا كتير مهم، بيساعدنا لحتى نتذوق الأطعمة ونمضغها كتير منيح. يعني لما أكل الشوكولاتة لساني رح يخليني مضغة كتير منيح، وبعدين ببلعها وبتدخل على جسمي، وكمان لساني مثل ما قلنا قبل بيخليني ألفظ الأحرف تقدر أحكي معكم. اليوم رح نكمل أكتر بحصتنا، نحكي عن حاسة الذوق أو عن التيستينج تيست، أو يلي فيها بنستخدم our tongue يعني لساننا. خليكن متابعين لنشوف شو رح نعمل بالفقرة اللي جاية. منتابع سوا أصدقائي حصتنا لليوم، كيف ممكن حافظ على لساني من دون ما عرضه لأي خطر أو أذى؟ خليني أكتب السؤال على اللوح. How do I keep my tongue safe؟ سؤال بيقول how يعني كيف، do I keep وحافظ my tongue او على لساني سليما من دون اي خطر. اول شيء على الاكيد ما بدخل ولا 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 أي شيء على تمي من المواد الحادة أو يلي ما بتتاكل. مثلاً إذا أنا حاملة عدة أو أي أمر تاني، إذا حاملة خشبة لقيت خشبة برا بالشارع أو حجرة، إذا حاملة قلم رصاص عم بكتب، ما بدخل ولا أي شيء على تمي. ليش؟ لأنه أول شيء هيدا بتأذي بتجرح، مش بس هيك، يمكن تقولوا لي بس الألم ما بيجرح، بس الألم في عليه كمية كتير كبيرة من الجراثيم، إذا بدخله على تمي بتفوت هيدا الجراثيم وبتعمل لي أمراض باللثة واللسان، بتفوت هيدا الأمراض على معدتي كمان وعلى كل جسمي. مش لازم أبداً أبداً ندخل على تمنا ولا أي شيء. تعرفوا شو؟ حتى إصبعنا، لأنه إيدنا بتكون موسخة، ما مندخله على تمنا. اتفقنا؟ أول شغلة to keep my tongue safe،
لازم ما دخل ولا أي شيء على تمي إلا لما أكون عم باكل بطريقة صحيحة. هلأ منشوف كيف. كمان تحافظ على لساني لازم اشرب كتير مي وما خلي اللسان ينشف. لازم اشرب كتير 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 مي كل الوقت، يعني على القليل لازم باليوم الواحد اشرب 8 اكواب من الماء، 8 cups of water each day. اوكي okay? I should drink 8 cups of water each day. فاذا لازم نشرب مي، والمي لازم تكون نظيفة. اكيد ما فيني اشرب من اي مي بلاقيها بالشارع او اي شيء بلاقيه قدامي، لازم اتاكد انه هي المي اللي بدي اشربها هي صالحة للشرب. اتفقنا؟ صاروا شغلتين كتير مهمين. كمان لحتى حافظ على لساني مش لي very hot food. ليش؟ لأنه hot food. ليش؟ لأنه لما تكون حرارتهم كتير عالية رح يحرقوا لساني، ولما يحترق لساني بطل اقدر اتذوق الأطعمة. فإذا بنطر الأكل تيبرد شوي صغيرة لحتى يصير معتدل الحرارة وبقدر بعدين اتناوله وآكله. أكيد إذا بناكل كمان أشياء كتير 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 مسقعة ممكن كتير نأذي حالنا، لازم ناكلهم بطريقة عمهلنا مش بسرعة حتى ما نأذي حالنا. اتفقنا؟ فإذا مش لازم نتناول الأطعمة الكتير ساخنة. وآخر شيء حتى حافظ على سلامة لساني to keep my tongue safe، بتناول الأطعمة المغسلة المنظفة بأوعية كمان نظيفة، يعني الصحن اللي بحط فيه الطعام بيكون نظيف، الشوكة اللي باكل فيها أو الملعقة بتكون نظيفة، لأنه والأكل يعني كمان لازم يكون نظيف، لأنه إذا بدخل أشياء متسخة على لساني رح يفوت أمراض. اتفقنا؟ انتبهوا على كل هالأشياء يلي بتساعدني إنه حافظ على سلامة لساني، وإذا عملتن أكيد ما رح يصير لي أي شيء وبقدر استمتع بالأطعمة اللي باكلها وبتلذذ فيها أكتر. وهلأ اكتبوا هالمعلومات عندكن وخليكن منتبهين لنشوف شو رح يكون عنا بالفقرة اللي جاية. نتابع سوا هلأ من فقرة جديدة على اللوح. هلأ عنا تمرين، وهيدا تمرين كتير حلو. في عندي هون أربع أنواع طعمات نحنا مندوقن لما نتناول المأكولات. في بعض المأكولات بتكون منقول عنا باللغة الإنجليزية sour، يعني حامضة شوي، حامضة طعمة الحامض sour. وكمان في بعض المأكولات بتكون sweet، يعني طعمها حلو مثل السكر مثلا. وفي بعض المأكولات بتكون bitter يلي هي مرة شوي. وبعض المأكولات بتكون salty يعني مالحة طعمتها مثل الملح. رح نطلع على هيدا الصور ونشوف كل نوع من الأطعمة. إذا كان sour رح نحط حد تحته خط باللون الزهري pink. إذا كان sweet يعني حلو رح نحط تحته خط باللون البرتقالي orange. إذا كان bitter يعني مر رح نحط خط باللون الأخضر green. وإذا كان salty رح نحط خط باللون البنفسجي أو purple. اتفقنا؟ رح نبدأ. أول صورة معنا فيها بطاطا مقلية. شو قولكم تعملت البطاطا؟ ساور؟ حامضة؟ لا. سويت؟ طعمها حلو؟ كمان لا. بيتر؟ مرة؟ أكيد لا. سولتي؟ نعم طعمها بيكون مالح. منحط خط بنفسجي بيربل تحته. الصورة اللي بعدها فيها آيس كريم بوزة. البوزة شو بتكون طعمتها يا ترى؟ ساور؟ حامضة؟ سويت؟ حلوة؟ نعم سويت أكيد. فإذا رح حط
خط برتقالي تحته. في عنا نوع من التوت يلي هو منلاقيه بالبرية ومنقطفه ومناكله كتير طيب، بس طعمته شوي على، خلينا نفكر، ممكن تكون شوي ساور على حامض، سويت حلوة، بتر مرة، وسولتي ممكن طعمته تكون يعني فيه طعمتين، شوي ساور يمكن يكون حامض مش كتير بعد ناضج، وممكن يكون سويت لما ينضج كتير، لما تنضج الحبة بتكون حلوة. وإذا شي مرة ممكن يكون شوي صغيرة مر بتر. رح نحط عدة خطوط، بينك وأورنج وشوي بتر، لأنه حسب إمتى بنكون عم نتناول. بعدين في عنا البوب كورن يعني البوشار يلي هو طعمته أكيد سولتي لأنه فيه كتير ملح، تتذكروا سولتي جاي من سولت يعني مالح، فإذا رح حط خط بنفسجي بيربل. في عنا الكبيس المخلل بخللوه، بحطوا الخضار وبخللوها وطعمتها بتكون شوي ساور، ما هيك حامضة، وشوي يمكن بيتر كمان. شو رأيكم بنحط خطين؟ عظيم. منتابع، في عنا تشيبس البطاطا كمان هي بتكون سولتي لأنه البطاطا مالحة. بعدين في عنا السكاكر الكاندي يلي هي شو؟ ساور؟ أكيد لا. سويت؟ أكيد نعم سويت. وعنا الليمون يلي هي حامض يلي يعني ساور، فإذا رح حط خط زهري بينك تحتها لأنه هيدا الساور تيست يعني الطعمة الحامضة. وآخر شي في عنا قالب من الحلوى يعني أكيد مش ساور، مش بيتر، مش مر ولا مالح، هو سويت يعني حلو. وانتو كل ما تتذوقوا شغلة بلسانكن، whenever you use your tongue to taste I use my tongue to taste، تتذكروا اعرفوا شو هن الطعمات، ممكن تكون sour، sweet، bitter، salty يعني حامض، حلو، مر او مالح. اكتبوا هالكلمات ومعانيهم عندكم وخليكم متابعين معنا لحتى ننتقل سوا لاخر فقرة بحصتنا لليوم. وصلنا سوا أصدقائي لآخر فقرة بحصتنا لليوم. بهيدا الفقرة رح أعرفكن على اللسان وأقسامه وشكله من الداخل والخارج من خلال الرسم يلي رح حطه قدامنا على اللوح. مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الصورة، في اللسان يلي نحنا ممكن إنه نشوفه لما نظهره من تمنا، في المنطقة الخارجية وفي قسم داخلي جوا نحنا ما منشوفه. ولكن هيدا اللسان فيه أقسام صغيرة مسؤولة عن حاسة الذوق مثل ما قلنا، يلي هي مقسمة مثلا هون في الأقسام الصغيرة يلي هي مسؤولة عن حاسة ذوق الأشياء الحامضة، مثلا هون الأشياء الحلوة بنقدر نتذوقها من خلال هيدا القسم، هون بنتذوق الأشياء اللي هي مرة. فإذا كل لساننا فيه هيك مثل نحن بنشوفه مثل حبيبات كتير كتير صغار، في منهم اشياء ما بنشوفهم ابدا بعيننا المجرده، هن يلي بيوصلوا لنا الطعمه تبع المأكولات اللي بنتناولها على الداخل وعلى دماغنا بعدين. وكمان لساننا فينا ننظف فيه تمنا من بعد ما ناكل، يعني بنقدر نحركه بكل الاتجاهات حتى نشيل كل القطع الصغيرة من الأكل اللي عالقة جوا بتمنا. وكمان هالأقسام الصغيرة بتساعد بتساعد اللسان بهيدي العملية لحتى ننظف أسناننا وفمنا. وكمان لمضغ الأطعمة لساننا بيتحرك بطريقة لينة كتير، وكمان لحتى نقدر نحكي ونلفظ الأحرف يلي نحنا منعرفها حتى نتواصل مع بعض، كمان اللسان
هو يلي بيساعدنا بطريقة كتير حلوة وسهلة حتى نقدر نحكي ونتواصل مع بعض. فإذا هيدا هو اللسان، بعدين بتصير منكمل بأقسام تانية من جسمنا، نبقى منتعلم عنها بحصص لاحقة. أما بالنسبة للسان ولحصتنا لليوم، بدي أذكركم كيف تعتنوا فيه وتحافظوا عليه، لأنه هو كتير 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 مهم. أكيد بيساعدنا أنه نتلذذ لما ناكل، بيساعدنا أنه نحكي منيح، وبيساعدنا كمان أنه نحافظ على تمنا نظيف. هيدا كان كل شيء لليوم. هلأ رح أترككم مع تقرير حلو كتير تتفرجوا عليه، من بعده بتكون انتهت حصتنا لليوم. برجع بلتقي فيكم بحصة جديدة في المرة المقبلة. باي. You always use your tongue. You use your tongue to taste food. You use your tongue to talk and sing. You need your tongue to chew food and swallow it. The tongue is made up of many muscles. These muscles run in different directions. Your tongue is a big muscle covered in clusters of taste buds. Each cluster recognizes a particular kind of taste. There are four tastes. Bitter food, such as coffee. It is bad for you. Sour food includes lemon and vinegar. Salty food includes all food with added salt. Sweet food like milk, chocolate, and pastries. Saliva in your mouth dissolves your food. Taste buds recognize the different flavors. Your tongue has touch sensors to help you feel food. Your tongue never rests. Even when you're sleeping, your tongue is busy pushing your saliva into your throat to be swallowed.